أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشيء اللي حاب نتطرق ليه بأن نوضحوا الأمور وبأن نوروا الرأي العام على الأحداث المؤسفة اللي جرت الأسبوع الماضي بين فريق النجم الرياضي لبلدية بني والبان لولاية سكيدة وجمعية الخروب. كانت هناك أحداث مؤسفة داخل الملعب. بهذه المناسبة نشكر أعوان الشرطة الذين وفروا لنا الحماية الأمنية والتغطية الأمنية خارج الملعب، ونتأسف على الحماية الأمنية داخل المستطيل الأخضر. ما كانتش هناك حماية أمنية، والدليل على ذلك الاعتداء الجبان الذي قام به مساعد المدرب، والمدرب رجيمي وكذلك اللاعب رماش وجميع اللاعبين الذين كانوا داخل الملعب، باللي اعتدوا على مدرب حراس المرمى. والصورة تعبر على كل شيء، الصورة راهي موجودة في جميع القنوات التلفزيونية. كونترينر تاع لي غارديان كيدخل باه يدير لي شوفمون لي غارديان، وتعداو على الكارد ماتريال والسيرتيفيكا ميديكو راهم موجودين هنايا. ودرك اكسيالمون حنا ما عندناش مدرب تاع حراس المرمى، راهم يونترينيو لي غارديان، راهم يونترينيو وحدهم. بليس لو غارد ماتريال اللي تعداو عليه داخل الملعب، ها هم لي سيرتيفيكا ميديكو باللي لونترينير تاع لي غارديان عطاه ميديسان ليجيست 14 جور، والغارد ماتريال عطاه 7 جور داخل الملعب. بالنسبة للمقابلة، أنا قلت لك نشكر أعوان الشرطة، لولا أعوان الشرطة لوقعت ممكن ما يخليوناش حتى نروحوا، ولا ما يخليوناش حتى ندخلوا للديره. انا نشكر من هذا المنبر اعوان الشرطه. احنا راسلناهم على كل حال، راسلنا حتى المدير العام للامن الوطني، راسلنا المدير الامن المركزي للامن العمومي، راسلنا المفتش الجهوي للشرطه قسنطينة، راسلنا رئيس أمن ولاية قسنطينة، وراسلنا رئيس أمن دائرة الخروب. نقولوا أنا نشكرهم باللي كانت كاينة حماية، بصح داخل الملعب ما كانتش حماية كما ينبغي. لا بروف الاعتداء الجبان اللي تعرض ليه مدرب حراس المرمى، والكارد ماتريال اللي هو فقير ما يعرفوش الوضعيه تاع الانسان هذا. بالنسبه للاربيتراج، نوجه من هذا المنبر رساله الى السيد نائب رئيس لجنه التحكيم وهو السيد بيشاري، اللي راسلناه فيما يخص الاربيتراج وفيما يخص المقابله هذه، بيسك رايح يلعب فريق البريمير راح يلعب مع الدوزيام. هو من المفروض كي كتبنا له حنا باه يديزيني ان اربيتر انترناسيونال، مش صافي يدير انا يبعث لي لطفي بوكواسا. احنا كنا نتمناو باه يبعث لنا غربال، بيسك بغربال راهو ياربيتري في الاربيك في الافريك، ودى مقابلات في المستوى، وهذا بشهادة الجميع، وهذا بشهادة ليزافريكان بالبدات، راهم يشكروا في الحاكم هذا. حنا كنا نتمناو باه يدز لنا غربال، هو بالعكس هو بعث لنا لطفي بوكواسا اللي غلط في حقنا. الغلطة تاعو ان بيناتي شرعية ما عطاهالناش، لو طون اديسيونيل
ان كاردير بوندون ان كاردير ما حسبوهناش. نعطيك باغ اكزومبل كان فيسيو في التيري كان فيسيو باه يضيع لنا الوقت. من المفروض الاربيتر ما يروحش للرماسور دو بال ويهضر معاه بوندون دو مينيت تروا مينيت باه يضيع لنا الوقت. من المفروض الاربيتر يقوم بالدور تاعو يروح الديليغي باه يوعيو لي رماسور دو بال باه يوعيوهم بما يبقاش حاكم باغ اكزومبل يكاردي لي بال عنده. هذه حاجه لي جوار تاعهم اشاك فوا يطيحوا ما يجبدش لي كارتون. الكارديان اشاك دي مينيت تروا مينيت يطيح ما يجبدلوش بوندون 90 مينيت ما يجبدلوش لا با كارتون. هو اشاك فوا قاعد يطيح باي بيردي في لو طون. هذا هو واش اللي اثر على الفريق وهذا هو واش اللي اثر على الخساره تاع الفريق. نقولوا انا ما انا نكون اونيت لي دو بي تاعهم فالابل بصح البيناتي تاعنا فالابل وما سيفلهاش. ماركينا ان بيت ماركينا ان بيت مش فالابل نحاه ما كانش مشكل بصح البيناتي كانت فالابل من المفروض يسيفلي البيناتي. كون سيفلي البيناتي صافي دير نخرجوا ماتش نيل. هو ما حبش يسيف لي البيناتي في لافان تاع تاع الماتش عيط لي قال لي الرئيس روح نهضر معاك. قلت له ما عندكش هضره معايا ما تهضرش معايا. قلت له فضل الماتش خلاص. قلت له ديزيناك ونهضرها من هذا المنبر ديزيناك ديزيناك بيشاري تفضل خدم خدمتك ما كاين حتى مشكل. خدم خدمته كما ينبغي بيه بليز اسيستون مش غير وحده بيه بليز اسيستون. هذا بالنسبه وهاو الوثائق تاعنا تثبت باللي دوموندينا ان اربيتر انترناسيونال وكي يحط ديزينا بوكواسا لا بروف هاي دوموندينا باه ينحي لنا بوكواسا ما نحاش وبقى مصمم في رايه وجاب بوكواسا والمهم وخدم خدمته كما ينبغي ماهيش مشكل. درك احنا الشيء اللي نتطرقوا ليه الفريق هذا تعب بوندون 8 موا ولا 9 موا وحنا نتعبوا ولا فانت كونت يجي ان كلوب ينحي لك ينحي لك لاكسيسيون باتمو. حنا واش اللي نطلبوا؟ حنا ما بقاتلنا بقاتلنا مقابله احنا نريسيفي هما يخرجوا. حنا نطلبوا من الفريق المحلي تاع تازوكارت ومن هذا المنبر نشكر الرئيس تاعو والانصار تاع تازوكارت اللي متحليين بالنزاهه وبالروح الرياضيه. قال لك احنا ما نرتبوش المقابلات بورابور نشوفوا في ديريمير في ديريمير يقولوا باللي المسؤولين تاعهم راحين يرتبوا المقابلة لجمعية الخروب والريزيلتات بين نهار الجمعة. أنا نقول باللي عندي أشخاص ما نذكرهمش بالأسماء بصح كون نلقى الريزيلتا لصالح الخروب رايح نروح بعيد معاهم ونذكر الاشخاص هادو بالاسماء والاشخاص هادو راهم معروفين اللي اتصلوا بالبريزيدون. انا هضرت مع البريزيدون قلت له يا ولدي العب بنزاهه وما تديش الحرام. قال لي انا الرئيس ما ناكلش الجيفه وراني مداير فيه الثقه تامه بيه بالسكان تاع تازوكارت بلي سيبورتر تاع تازوكارت راهم ناس شرفاء وتبارك الله فيهم. من هذا المنبر في الكلاب هذا راهو يستعمل في طرق وراهو يستعمل في ناس في لافيديراسيون باه قاعدين يضغطوا على الكلاب هذا ويضغطوا على الرئيس هذا. مارغلي الرئيس هذا نشهد له انا من هذا المنبر نشهد له باللي راهو ولد فاميليا راهو مربي راهو اوند. انا هذا واش عرفت عليه بوندون في الشامبيونة هذه ما عندي ما نقول فيه ونحترمه ونعزه ونقادره. الشيء
المؤسف رانا نشوفه في ديماش كيف قاعدين يترتبوا ولا في ديراسون سيكتا، نشوفه في ديماش طفل صغير في عمره 6 سنين يعرف اسكو الماتش هذا مرتب ولا مش مرتب. احنا واش اللي نطلبنا؟ طلبنا بما يروحش عرقنا وبما تروحش المجهودات تاعنا هكاك، نطلبوا من الفريق المحلي اللي هو فريق تازوكارت باه يلعب بكل نزاهه وبكل روح رياضيه، بيسك احنا ماتش نيل يكفينا للصعود، يربح تربح الخروب يطلع الخروب، تربح تازوكارت نطلعوا احنا، يدير ماتش نيل تازوكارت نطلعوا احنا. قلت لك للاعبين ليكيب هذه عندهم ايكيب تازوكارت، عندهم ايكيب في المستوى. الجروب هذا كاينين ديزيكيب والله خير من ناسيونال دو، كيما كفريق اتحاد تبسة ولا فريق تاع لامبيبي، ثاني عندهم دي جوار في المستوى. انا نقول من هذا المنبر باه نوجه رسالتي الى الرئيس هذا، ما يتبعش الناس اللي راها تغلط فيه، رانا عندنا الاسماء وما حابينش نتذكروا الاسماء بالصح. احنا كنا نلقاو النتيجه مش في صالحنا، رايحين نشكيو الوزير العدل، نشكيو البروكيرور، نشكيو النائب العام بيفتحوا تحقيق. هذا في حال ما اذا كانت الريزلت مش في صالحنا، احنا تعبنا لكن طلعنا احنا مبروك علينا. طلعت هذه الخروب بالو ولعبت مبروك عليهم، بصح انا على بالي الكلوب تاع تازوكارت احسن من الخروب 1000 خطره، ما يقدروش يربحوا تم. وجامي خسر في تازوكارت في بلاده، بيسك عندهم فريق ولاد مربيين، ولاد في المستوى، دي جون يلعبوا كره القدم نظيفه، وولاد دي جوار نزهاء. ما وش هو في المرحله هذه؟ قلت لك راني نسمع، انا هضرت مع البريزيدو قال لي الرئيس راهي عليا ضغوطات، قال لي راني في ضغوطات كبيره. الضغوطات كبيره هذه من المفروض هو هنا في الحاله هذه انا نقول له نوجه له رساله من هذا المنبر، لكن عليك ضغوطات ديميسيوني وما تديش الحرام. انا نقولها له هك، يقول لك الناس يا بكري قيم ولا تلق، ضغطوا عليك ناس ديميسيوني ما نسحقش الحرام. الله يا الله يا ربي لا تجعلني بنخدم بدورو حرام، الله لا يا يا رب العالمين. والله من نهار خلقت ومن اللي حكمت الكلاب هذا ماتش ما بعته وما نبيعش لي ماتش، بيسك انايا قادر تجي غدوة قادر تخرج في الفريق ولا تخرج فيا ولا تخرج في ديريجو ولا تخرج في هاو البريزيدون واش يخمم؟ يخمم هك بيسك هادي راح تخرج دير حاجه في الحرام راح تخرج فيك، طول ولا تخسر تخرج فيك. على هادي نقول انا، يقول البريزيدون يقول لي عليا ضغوطات، انا نقول له ديميسيوني ديميسيوني حمل ضغوطات وما تاكلش الجيفه. هذا واش نطلب من البريزيدون تاع تازوكارت، وانا على بالي بلي عليه ضغوطات كبيره وعندي الاسماء وقادر نذكرهم واحد بواحد، وكاين حتى اطارات، اطار كبير. بصح انا نخلي حتى يفوت الماتش ونشوف المقابله بعيني، ولتم نروح لكان لقيت المقابله في صالحي اللهم بارك، لقيتها مش في صالحي وقيت مش نزاهه في الماتش هذا، رايح نشكي رئيس الجمهوريه، نشكي الوزير العدل، نشكي بور لو مومون ما عندناش بريزيدون فيديراسيون، بور لو مومون ما كانش، هو يقول ديميسيونيت.
نشكي الوزير الشبيبة والرياضة باه يفتحوا تحقيق والمقابلة نهار الجمعة تلعب. وانا على بالي باللي الناس تعتزوا قالت نشكرهم من هذا المنبر، راهم ناس نزهاء وناس شرفاء. قال لك احنا ما ناكلوش جيفه. انا ديبلاسيت الخنشله قلت لهم، قلت للرئيس، الرئيس قال لي انا راني عليا ضغوطات، نزيد نعاودها ونكررها، او يقول عليا ضغوطات. الضغوطات هذه نورمالمون يذكرهم شكون هذا اللي قاعد يضغط فيه، اللي قاعدين يضغطوا عليه، من المفروض يجبدهم. وكاين الشرطه، كاين الدرك، وكان من المفروض يبلغ. لكن اخويا عليه ضغوطات يبلغ. انا هضر معاي قال لي الرئيس انا ما ناكلش الجيفه هذه اللي نشهد له بها. واش هو هما خايفين من الاربيتراج وماذا بهم يدزوا لهم يبعث لهم سي بشاري ان اربيتر نزيه. هما خايفين من الاربيتر بيسك الخروب هذا يستعمل كل الوسائل باش يطلع. هذا الناس اللي ما يمنوش برب العالمين. انا واش اللي نقول في الاخير، نشكر نباركوا لصعود مولودية البيض على الصعود تاعها القسم الوطني الاول اللي كانت ما معروفاش هي ولات معروفه. هادو درك هادو هما لي زيكيب اللي نفرحوا لهم. هادو هما تاع الصحراء ولا تاع الدواور ولا تاع، هادو هما لي زيكيب اللي نسيبورتيوهم. هادو هما اللي رايحين يوليو كيما لامسيه ولا خير من لامسيه ولا كيما ليزما ولا كيما جياسكا. ما تبقاش غير ليزما وجياسكا ولامسيو سي نورمال. كاينين دي زيكيب كيما البيض علاه. كذلك نشكر من هذا المنبر كذلك اتحاد نهنيو جمهور اتحاد خنشله على الصعود تاعو ومباركوا له من هذا المنبر. مباركوا لهم الصعود اللي عندهم 46 سنه ما طلعوش للقسم الوطني الاول. مباركوا لهم على الصعود تاعهم. احنا ماذا بينا شاكاني يطلع ان كلوب، ماشي يبقاو غير هادو. وماذا بينا هادو يدعموهم، وماذا بينا احنا واش يدعمونا، وماذا بينا سيستم كومبيتيسيون هذا اللي داروه تاعي يطيحوا ربعه كيما احنا يطيحوا خمسه من الجروب تاعنا. ناسيونال دو يطيحوا ربعه، ناسيونال اون يطيحوا ربعه. اسكو هذه لوجيك سيستم كومبيتيسيون هذا؟ اسكو لوجيك؟ ماهوش لوجيك. من المفروض نو كيف فريق كيما باغ اكزومبل شبيب سكيكده، ولا كيما فريق كيما مولودية قسنطينه، ولا باغ اكزومبل كيما لامبي كيما جي اس ام بي، ولا كيما الموب. هادو فرق عريقه، من هادو عندهم جمهور من ذهب. هادو مش يسقطوا، هادو وي عندهم سوء تسيير ام يسلكوا. وهذا هو الشيء المؤسف. وي كاينين دي بريزيدو اللي ما قاعدينش يخدموا في الكلاب تاعهم، راهم يخدموا في المصالح الشخصيه تاعهم، راهم يخدموا ماشي الكلاب باه يطلعوا. ولا لا بروف جي اس ام اس كانت في ناسيونال ان، هاي خسر يفتح جي اس ام اس. هاك شوف فريق عريق كيما البوب جي اس ام بيطيحوا الموك. لا بروف او نشوفوا كيما ثاني انت برج من الثاني قدم الشيء اللي عليه. كان فريق اتحاد خنشله احسن منه، نباركوا الاتحاد خنشله بكل روح رياضيه. والشيء المؤسف، والشيء المؤسف سوكو احنا ثاني ندومونديو الدعم، مش غير يبقاو هادو لي كاتر كلاب ولا لي سان كلاب في الجيري يدعموا فيهم، يدعموا لي زوطر كلاب كيما جي اس ام اس ولا باغ اكزومبل بني والبال. حنا عندنا بلاتفورم هنا تاع سوناطراك، انت سوناطراك اللي هي كاينين دي كلاب يدعموا فيهم. وحنا سوناطراك هنا في اللي شكيكدا اللي راه يتمد في البترول، منا
الألجي من الأوروب، حنا ما ديناش لا بغا سنتيم تاع سبونسور وما دومونديناهمش، قلنا ماش مشكل معليش داو ضربت داو دوتر كلاب مبروك عليه ما كاين حتى مشكل، إذا كان دات خنشله سبونسور مبروك عليها ما كاين حتى مشكل، وحنا ثاني بصح نطلبوا حنا ثاني يعطيونا سبونسور. واش هو كيما تدي باغ اكزومبل لي كلاب حنا ثاني تاع ناسيونال تروا هادو، حنا ثاني عندنا دي جان باه تهلاو في لي جان هادو، عندنا لي مينيم، عندنا لي كادي، عندنا لي جينيور، هادو تاني باه تولهو بهم، هادو هما المستقبل تاع الفريق. وانا نتمنى من اعماق قلبي باه نزيد نهضرها في الاخير، باه المقابله تاع نهار الجمعه ان شاء الله يا ربي نطلب يا ربي تكون في روح رياضيه وتكون النزاهه، وحنا واش اللي نطلبوا النزاهه واللي يطلع مبروك عليه، ونطلبوا من رئيس الفريق من واحد ما يضغط عليه، اللي يضغط عليه اخويا هاي العداله، وحنا قلنا ابري الماتش هذا عندنا اسماء رايحين نتذكروهم ورايحين للعداله بالاسماء هذو، وشكرا وتبارك الله فيكم.